يوسف، نقول لحضرتك بقى كلمنا عن مميزات المصنع بقى وجماله، لان الست المصريه بطبعها بتحب طبعا تبقى جميله كده، في سواء في الخروج او في البيت بتحب تبقى جميله بطبعها. طبعا الست الجميله، الست المصريه طبعا جميله من غير اي حاجه، لكن اللبس بتاعنا والاناقه بتاعتنا والشياكه موجوده عندنا. فانا بنصح كل ستات مصر كلها من اسوان لحد بحري لحد اسكندريه انهم يشاهدوا الحلقه دي، حلقه جديده ومميزه، وان شاء الله جايب لكم بحضرتك الله يبارك فيكي وبالجميل محمود. النهارده لما نحب نقول لست البيت اللي بتدور على الشياكه والاناقه والجوده في نفس الوقت وبتدور كمان على سعر قليل، هنقول لها ايه استاذ محمود؟ النهارده لما انزل انا ببص للشكل العام، الشكل العام للخامه، لا انا مثلا يعني مش عارفه ان انا اميز الخامه دي كويسه ولا مش كويسه، اعرف الخامه ازاي وانا ماليش؟ عارفه يا استاذه، انا اهم حاجه عندي لازم يكون المنتج يكون حلو. تمام. بمعنى ان انا امسك كده الخامه، انا لازم مثلا امسك الخامه الكواليتي والماتيريال اللي يكون ممتاز عشان خاطر اوصل الفكر بتاعي والموديلات بتاعي والفاشون بتاعي لايه، لست البيت الاصيله المصريه. تمام. ان هي تتزين في البيت كده بلبس الشهد فاشون، الجلابيه الممتازه، وعندي كمان مفاجاه، جاب عبايه خروج ممتازه ان شاء الله باذن الله، عندي حاجات للبيت وحاجات للخروج. تمام. وعندنا حاجات مثلا، عندي موديلات البنت وامها، عندي حاجات ما شاء الله، وعندي يعني ايه حاجات ممتازه جدا، واهم حاجه الخامه طبعا. وعندي على فكره يعني انا من النوع اللي بحب ايه، يعني اشتغل كتير واكسب قليل. فاحنا كستات بنحب الخامه اكتر. أيوة. يعني انا موفر كل ده في المنتج بتاع الشات فاشون. الشات فاشون يعني اصل الجلابيه المصريه اللي معروفه طبعا، جلابيه كرداسه، جلابيه مميزه. طبعا. وطبعا معروفه كرداسه طول عمرها، بالجوده والاذواق اللي عليها.